بسم الله الرحمن الرحيم. اولا رايي في الانتخابات ان هي عباره عن مسرحيه هزليه، للاسف في ناس مصدقينها بس في ناس فائت، يعني في ناس عارفه ان دي مسرحيه. تمام. رايي في المرشحين، انا لحد دلوقتي ما قراتش اسم، ما قراتوش قبل كده. هنا عندنا مثلا دايره العمريه راغب ضيف الله، ده من زمان معروف ان هو حزب وطني، معروف ان هم بيسرقوا الاراضي، تجار مخدرات، سلاح، اللي قلبك يحبه كله. تمام. الناس دي منزلين واحد، الناس دي كلها في العمريه كلها عارفين العيله دي عيله مين وبيعملوا ايه، ومع ذلك الراجل ده نازل ونازل بتقله الصبح، عيني عينك كده، فلوس بتتوزع في الشارع، شنط انزل الانتخاب وخد 50 جنيه وجبه، والناس بتنزل لان للاسف الناس جعانه، والجوع يعمل اكتر من كده. بتوع الحزب الوطني طبعا هم اللي هيفوزوا في الانتخابات دي، ما فيهاش كلام. الناس دي اصلا ناجحه، يعني اللي بيحصل ده كله تمثيليه. ليه؟ عشان احنا في الاخر نقتنع ان حصل انتخابيه. للاسف دي مش انتخابيه، دي تمثيليه.